بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيواتناني، تقدم لكم اليوم كيك بالقرفة والتفاح المكرمل، يعني كيك مقلوب. في الحقيقة كيك رائع، بسيط وطعمه رائع وزوين. تمازج اللي بين طعم القرفة والسكر والتفاح، وزيد عليه الليمون الحامض اللي داخل في مكونات الكيك، كيعطيه واحد طعم رائع 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 بزاف، خصوصا كما قلت لكم العشاق القرفة. تبعوا معايا الفيديو وغادي تشوفوا مراحل وطريقة ومقادير تحضير هذا الكيك. بسم الله، غادي نبدا على بركة الله في التحضير وفي استعراض المقادير. قبل ما نبداو نوجدوا الكيك، اول حاجه غادي ناخذ قالب. هذا القطر ديالو 26 سنتيم. غادي نغلفوا القاعد ديالو بالورق الطهي، وغادي ندهنوا الجوانب بشويه الزبده ورشهم شويه ديال الدقيق، والقعر غادي ندهنوه بواحد المعلقه كبيره او معلقه ونص ديال الزبده. غادي ندهنوه، ها نتوما كتشوفوا يعني الطبقه كثيفه ديال الزبده. هنايا مدهون، ها هو مدهون بمعلقه كبيره ونص ديال الزبده. غادي ناخذوا 4 معالق كبار ديال السكر الاسمر، ولا ما توفرش استعملوا السكر العادي، مع نص معلقه صغيره او 3 أو 4 ملاعق صغيره من القرفه. غادي نخلطهم هكا، غادي نوزعوهم القعر ديال القالب. غادي ناخذ هنا 2 تفاحات مقشرين ومقطعين شرائح رقيقه، وعصرت عليهم شويه ديال الحامض باش ما يتاكسدوش. غادي نوزعوهم على القعر بشكل دائري. انا ملي نكمل غادي نعاود نصور لكم. ها هو القالب، يعني رصيت فيه شرائح التفاح. يستحسن تكون شرائح رقيقه بزاف باش ما تعذبكمش. ها هو غادي نحطو على جنب على ما نحضر الكيك. هنا في كأس الخلاط غادي ندير 3 البيضات، وغادي ندير كيس من السكر فانيلا او ملعقة صغيرة، وغادي ندير كاس كبير او كوب، يعني هذا كاس الماء ديال الشريط. راكم كتشوفوا تعمروا غير حتى لهنا. غادي ندير كاس كبير ديال السكر او كوب من السكر. ومعلقة كبيرة من قشور ليمونة حامضة. غادي نحطهم هنا في الخلاط، وغادي نخفق. بعد دقيقتين من الخلط المتواصل غادي نضيفو نصف كوب من الياغورت او الزبادي او لا الغراف العادي اللي عندنا. غادي نضيفو نكمل الخفق. بعد ما تخلط الياغورت غادي ناخذ نصف كوب او نصف كاس كبير من الزيت. غادي نبقى نضيفه من هنا. هنايا غادي نغربل كاس كبير ديال الدقيق او كوب ونص كاس كبير ايضا، يعني كاس ونص كبار ديال الدقيق، مع معلقة صغيرة ديال الخميرة الكيماوية او خميرة الحلويات، مع معلقة صغيرة ديال بيكربونات
الصودا او بيكنج صودا، ها هي في الصيدليات كتباع، غادي نغلب لهم كاملين. يعني عندنا كوب ونص ديال الدقيق مع معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه ومعلقه صغيره ديال بيكربونات الصودا، غنغلب لهم كاملين وغنبقى نضيفهم بالتدريج على الخليط ديال البيض والسكر. غادي نضيف خليط الدقيق والخميره وبيكربونات الصودا، غادي نضيفهم على 3 ديال المراحل. هنا ما تخفقوش بزاف او ما تخلطوش بزاف، وكنورك غير على هاد البالس هادي يعني اللي كان وهكا كي قلت لكم على 3 ديال الدفعات. لاحظتوا انني عبرت لكم اليوم بالكيسان ديال الشرب بالماء باش تعرفوا ان راه المعادلات يعني المقابلات ديال الكوب راه متوفرين في اي بيت. هذا غير ما تعمروش حتى الفوق، خليوه غير حتى لهنا، راه هو كوب كيساوي كوب. قبل ما نضيف عصير الحامض حسيت بالخليط خفيف، زدت معلقه كبيره ديال الدقيق، يعني عندنا كوب ونص ديال الدقيق زائد معلقه كبيره. اخر اضافه لهذا الخليط هي 3 ملاعق كبيره من عصير الليمون الحامض، كنضيفوها هي الاخيره. كنضيفوا العصير ديال الحامض في الاخير كيبيض لنا اللون ديال الكيك. وعاد لاحظوا حاجه اخرى، مع كيتفاعل مع البيكنج باودر والبيكنج صودا كطلع دغيا، لاحظوا الخليط دغيا كيتزاد الحجم ديالو. خليط الكيك ها هو واجد عندنا، غادي نفرغوه هنا فوق داك التفاح اللي قدينا في البدايه. والفرن انا راه قبل ما نبدا يلا بديت الكيك شعلته كيسخن على 190 200 درجه، لكن منين غادي ندخل الكيك غادي ننزل ل 180. هنايا منين قلبناه غنحاولوا نقلبوا الكيك وهو مازال شويه سخون، غادي نبداو نزولوا هذا الورق. وها الفائده ديال الورق هنا فين كتبان، انه كيخلي لنا شويه الشكل متناسق. مازال سخونه ولكن خصها تقلب وهي مازال سخونه، الا فتحتها بردات هاد السكر اللي تكرمل غادي يلصق.